الثاني الرشد، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، أي حراً مكلفاً رشيداً، فلا يصح بيع المجنون والنائم والسكران، ولا بيع المميز والسفيه إلا بإذن وليهما، ولا بيع القن إلا بإذن سيده، ويصح منهم في اليسير. نعم، الرشد أيضاً شرط لصحة البيع. إنسان السفيه إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه لأنه سفيه، وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكي للنبي قال لا أحسن البيع والشراء يا رسول الله، قال قل إذا بعت لا خلابة. لا خلابة يعني لا أحد يغشني، أنا ما أفهم في البيع، لا خلابة لا أحد يغشني، فإذا غش له أن يرجع في البيع، لأنه بين لها أنا لا أعرف في البيع. وأنا أذكر أحد إخواننا لم يكن صغيرا في ذلك، كان عمره قريب 120 في ذلك الوقت، كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه، يقول أرجوك رجع لي الباقي، صح ما أعرف ترى، يقول ما أعرف، لا تضحك علي لا تسرقني، يقول له رجع لي مالي صح، ما يعرف يحسب المال. فالقصد أنه لابد أن يكون البائع راشدا والمشتري أيضا راشدا. أما السفيه فلا، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لماذا؟ لأنهم لا يحسن التصرف، قد يبيع ما قيمته 100,000 ب1,000، وقد يشتري ما قيمته 1,000 ب100,000، لماذا؟ سفيه، بس مجرد يضحك عليه بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا وكذا، يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال، فهذا لا يصح بيعه إذا كان سفيها. إذا من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون راشدا، راشدا يعني يعرف أين يضع الأمور. قال وأن يكون حرا مكلفا، الحر لأن العبد لا يملك شيئا، العبد هو مملوك، فهو لا يملك أن يبيع ويشتري لأنه لا مال عنده. إذن هو عندما يبيع ويشتري بمال من؟ بمال غيره، وهو سيده الذي يملكه، فبيعه وشراؤه لا قيمة له إلا إذا أذن له سيده. والقن هو العبد، فهذا القن اللي هو العبد لا يصح له أن يبيع ويشتري إلا بإذن سيده حتى لو كان رشيدا. لماذا؟ أنه لا يملك هذا المال، لا يملك هذا المال، إنما مالكه سيده. كذلك غير المكلف، حتى لو كان مفتح بالتيزاب كما يقولون، طفل صغير عمره 7 سنوات أو 10 سنوات قبل البلوغ ويفهم في البيع والشراء وكذا وكذا، أيضا ما يصح بيعه لأنه غير مكلف. لابد أن يكون البائع والمشتري أن يكونا بالغين، أن يكونا بالغين. واستثنى أهل العلم الشيء اليسير، وذاك تشوفون الآن الأطفال الصغار مثلا يذهبون إلى الدكان إلى البقالة إلى الجمعية يشتري، وهذا إذا كان 100 فلس بدينار بنص دينار كذا ما في مشكلة أبدا، لكن إذا زادت المبالغ بالآلاف أو كذا أو بالمئات هنا لا، يمنع من البيع والشراء. فهؤلاء الصبية الصغار يستثنى في حق، حتى السفيه استثنى في حقه الأشياء التي، لأن المقصود بالحجر عليه أو المنع من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش، فإذا كان في أشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها، ومصلحة الناس قائمة على ذلك. فالقصد إذن شرط البائع والمشتري أن يكونا راشدين، هذا هو الشرط الثاني. عندما نقول ويصح بإذن الولي بالنسبة للصغير والسفيه، بشرط أن يكون الولي يعني خاف الله حريصا على ماله، أما إذا كان الولي غير مستقيم ويذهب ماله لا يصح، ويجب على الولي أن يتقي الله وأن يبحث عن مصلحة السفيه أو عن مصلحة الصغير، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، ويقول قبله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فالقصد إذن يجب على الولي هنا، ولي السفيه ولي الصغير، أن يبحث عن مصلحتهما سواء في البيع أو في الشراء. نعم.